أيضا من مفارقات المشهد السياسي التونسي هو تعدد المبادرات دون الاتفاق على أي إحدى هذه المبادرات. أيه. مبادرات تقريبا تقوم على تقييمين، تقييم أول أو مبادرة أولى تقوم على إيجاد حل تحت سقف منظومة 25 جويلية، ومنظومة أخرى تتمسك بالشرعية الدستورية والشرعية البرلمانية. خلينا نبدأ بالمبادرات الأولى، وعلى رأسها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة من المنظمات الأخرى التي لا ترى أي جدوى لمشاركة الأحزاب السياسية فيها أو أي حزب سياسي يصف ما حدث يوم 25 جويلية بالانقلاب. تقديرك وتقييمك لهذه المبادرة في عناوينها الكبرى. الملاحظة الأولى أنه تعدد المبادرات هذا يعني وحدة التشخيص، يعني ما دام ناس تبادر حتى وإن تعددت المضامين وتعددت الهيئات والأطراف والكذا، فهذا يدل على أنه الجميع عنده وعي بأنه تونس في حالة استثنائية فيها أزمة شديدة غير مسبوقة في تاريخ الدولة الوطنية المستقلة، وأن هذا الأمر يقتضي من رجال تونس ونسائها المبادرة إلى تقديم أفكار للخروج من هذا الواقع، للخروج من هذا المستنقع، لدفع البلاد في الاتجاه الصحيح وليس مواصلة الهروب إلى الأمام. الملاحظة الثانية في رأيي، وهذا فيه إشارة إلى ولع التونسيين أو تلك طبائع الأمور بالتاريخ، نحن مسكونون بالتاريخ، مسكونون مثلا بتجربة 18 أكتوبر، فدائما نحاولوا كل ما تأزمت الأوضاع وكذا نقولوا والله هذيك الخلطة متاع 18 أكتوبر ويلزمنا نجتمعوا يسار ويمين ومن مختلف الكذا ونقعدوا مع بعضنا ونعملوا جبهة، أو مثلا باردو، موضوع الإنقاذ والتوافق وكذا في باردو. مثل بالمقابل أيضا الشعب عندما معناها ينظر إلى الواقع المتأزم يتصور أنه الماضي كان جميلا وما إلى ذلك، وبالتالي كل مرة نستدعو شخصية من الشخصيات المؤثرة، مرة نتغرموا ببورقيبة، الزعيم بورقيبة رحمه الله، ومن بعد نتغرموا بالرئيس بن علي ونحبوا نرجعوه ونحبوا نلبسوا الرئيس الحالي جبة الرئيس بن علي، مثل ما لبسنا سيلباجي رحمه الله جبة بورقيبة وهكذا. فنحن بين يعني ضغط الماضي وتجارب الماضي واستحقاقات المستقبل. حقيقة قناعتي أنا أنه مع أهمية الاستفادة من دروس الماضي البليغة، علينا أن نؤمن بأنه أزمات الحاضر واستحقاقات المستقبل لا تعالج باستحضار الماضي، إنما بالاستفادة، ولكن بصناعة مقاربات جديدة. والمقاربة التي أدعو إليها أنا شخصيا وأؤمن بها أنه المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية وليست ملقاة على عاتق المنظمات الوطنية بالدرجة الأولى. طبعا اشتراك المنظمات الوطنية مهم، ولكن مسؤولية، لأنه عملية الفرز اليوم على أساس شنو تقع؟ تقع على أساس الديمقراطية، والديمقراطية تعني من؟ الأحزاب. تعني بالدرجة الأولى الأحزاب، وبالتالي يجب أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها بشكل واضح وبشكل غير موارب. وعندما أقول تتحمل مسؤوليتها يعني يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، لا داعي لهذا الخجل مثلا الذي يمارسه البعض ويبدو وكأنه تهرب من المسؤولية. يعني خارطة الواقع نحن نعرفها، القوى المؤثرة نعرفها، الإسلاميون يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة اليوم. إذا كانوا هم القوى السياسية الكبيرة فيجب أن يتقدموا كقوة سياسية كبرى معارضة تطالب بعودة مسار الانتقال الديمقراطي. هذه هل أنت معارض لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ لا، مش قضية معارض، لا أنا لست معارض لأي مبادرة. لا، أعطيني رأيك في مبادرة الاتحاد. إنما أنا هاني قلت لك رأيي أنه يجب المبادرة هي يجب أن تكون مبادرة الأحزاب السياسية، نعم. ويجب أن لا تفرط الأحزاب السياسية في مسؤوليتها لأي كان، وهي أحزاب سياسية. يعني معناها غايتها الأولى هي النظام الديمقراطي، ومصلحتها أيضا إذا تحدثنا حديث المصالح، المصلحة مصلحتها هي المصلحة الكبرى قياسا بمصالح البقية. ونحن ما شفناش في العالم عندما يتعلق الأمر بمعارك الديمقراطية، ما شفناش أحزاب سياسية تتراجع إلى الوراء
وتتخلى على مسؤوليتها لأي سبب كان، ومعناها تتصنع صيغ أخرى تجلب المشاكل أكثر مما تحقق المصالح. يا أخي أنت زعيم سياسي كبير، زعيم ديمقراطي، زعيم كذا، تحمل مسؤوليتك كاملة، والغنم بقدر الغرم، وغدوة لما يقع التغيير سيكون منطقيا أمام الناس وأمام الشعب أنك أنت ستنال شيئا تستحقه، لأنك نضلت بشكل واضح ومباشر من أجله.